عم تستنانا يعني بدها تحكي عن الابراج. اكثر شيء انا بحبه اكثر فقره انا بحبها الا هي الابراج. لا احنا ما بنستغني. ثانك يو صباح الورد. ما بنستغني عنك ابدا. اه صح يومكم ما بنكمل غير ربع الابراج. طبعا اليوم موضوعنا عن الزوجات الاكثر لطفا مع ازواجهم حسب البرج. ان شاء الله يكونوا اكثر لطفا مع ابنائهم اليوم مع توجيه. توصلنا بالدلو. طيب كمان الموضوع حلو كثير حلو. تفضلوا. ونقول مرحبا اصدقائي من جديد بحلقه بفقره جديده عفوا من الابراج مفتاحك برجك. الزوجات الأكثر لطفاً حسب برجها. مش عارفة إحنا كتير لطيفين بس هو الحق دائماً على الرجال. أنا دائماً هيك بقول. بنبلش مع برج الحمل. الزوجة البرج الحمل هي لطيفة جداً مبدعة جداً بالبيت وبرا البيت. تقدر تقوم بشغلها سواء إذا كان عندها شغل برا وشغل بالبيت والأولاد. تقدر تحمل مسؤولية كتير عالية وكتير كبيرة. لكن حاول إنك يا زوجها الرائع العظيم إنك ما توجه لها أي إساءة أو أي انتقاد وامدحها لو كان على أشياء كتير بسيطة. لأنه وقتها رح تصير شرسة من الصف الأول معك لأنه هي قدمت كل إشي أنت بتتمناه وأولادك بتمناه والبيت بتمناه. أنت أنا امرأة التور نفس الشيء. امرأة التور هي امرأة قوية كمان وصبورة جدا بتتحمل كتير مصاعب مع زوجها. بس في شغلة ما بيرتاح لها بال ولا بيرتاح لها فكر ولا بيرتاح لها أي إشي في راسها إلا تعمل الإشي أو الشغلة المخططة لها من زمان براسها. بدها تنفذها يعني بدها تنفذها. شايفة إنه هي هاي الشغلة صح بدها تعملها. وإذا ما عملتها ساعتها رح تنقلب حياتها جحيم. نصيحة امرأة التور حاول خليها تعمل بدها إياها. هي مرأة بتعرف شو بدها خلاص مرة إلها. امرأة الجوزاء هي طيبة المتسامحة الرائعة لكن إياك تكذب عليها لأن امرأة الجوزاء سريعة إنها تكشف أي إشي ممكن تعمله معها أو تلف الدور. حاول جدا ما تستغل رصيد التسامح عندها لأنها رح تقرب برضو شرسة وحاقدة جدا ما رح تنسى لك. رح تضل يوم والتاني تذكرك بالإشي اللي عملت لها إياه أو كذبت عليها فيه وتنكد عليك عيشتك للأسف. امرأة برج السرطان عندها أسئلة كتير تمام؟ لما يدخل لقلبها الشك بتضل تسأل 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 لو شك كتير صغير بدها ترتاح خلص جاوبها يا عمي جاوبها وحكي لها الحقيقة ما تكذب هي ما رح تزعم الحقيقة. حاول جاوبها على كل الأسئلة اللي عندها والشكوك اللي براسها. دايماً طمنها دايماً حسسها بالأمان. هي قلبها كتير بتسامح بسرعة بس مش دايماً بضلك تضغط عليها وتخلص رصيد التسامح عندها. نصيحة لأنها إذا قلبت بتقلب. امرأة الأسد أنا على فكرة عم بنصحكم يا رجال لأنه أنا بعرف النساء. أنا امرأة وبعرف النساء فنصيحة ردوا على نصيحتي. امرأة الأسد بنروح عندها. هاي الامرأة اللطيفة الأنيقة الرائعة المهذبة تصرف واحد بس ما يعجبها وهي كانت نبهتك عليه من قبل. كانت نبهتك كتير منيح عليه. شوف شو بدها تصير رح تقلب ردة فعل هستيرية. أزاز السيارة ممكن تكسر لك يا بكعبها. التابلو بتكسر لك يا. حاول بالسيارة ما تتخانق معها خليك بالبيت تتخانق معها قد ما بدك عشان ما تقلب الهستيريا وتشوف الهستيريا بالشارع. يعني امرأة العذراء هاي الامرأة الحكيمة المستقرة الرائعة العقلانية إذا غارت عليك تتصرف معك بعقلانية وبحكمة. بتقعد معك بتحكي معك بتفهم منك عادي ما عندهاش أي مشكلة كتير صريحة بتقول لك أنا بشو قصرت معك شو الإشي اللي أنت شفته وخليتني أغار عليك حابه أعمله أنا. بتعطيك هاي الفرصة بس إذا حست إنك أنت عم تستثير غيرتها متعمد رح تشوف إشي بعمرك ما شفته مع امرأة العذراء لأنها عندها مخططات انتقامية كتير فظيعة. ننتقل لامرأة برج الميزان. هاي الامرأة متسامحة بأشياء كتيرة وكبيرة لكن في أشياء صغيرة بتعلق عندها وبتتعمد إنها تعلق عندها وتدقر عندها. لكن هي امرأة بتعرف كيف تهتم فيك تعطيك الأشياء اللي أنت بتحبها وتكون لطيفة معك مش بالحكي. هي دفش كتير بالحكي ترمي لك الحكي في وجهك فيش مشكلة لكن ممكن تسألك أنت جوعان؟ أنت بردان؟ أكلت اليوم؟ خلاص هي هيك مخها هي هيك بتحب تعبر بالفعل ما بتحب تعبر بالحكي فما تحاول دائما تقولها سمعيني حكي لطيف. امرأة الميزان هاي
البنت لامرأة العقرب هي أنثى متحررة بتحاول ما تعمل نكد دائما، لأن بتقولك أنا امرأة عملية فمش داعي إني أعمل نكد وغيورة بنفس الوقت، فبتحس قديش متناقضة في المشاعر، هي غيورة ومتحررة بنفس الوقت ببيتها، بتحاول إنه ما تعمل نكد ببيتها لأنها هي امرأة عملية والمشاحنات العاطفية ما بتجرفها، بالعكس بتحاول إنها تتجاوزها دائما لأشياء أفضل أو مخططات جديدة هي والزوج. بننتقل لامرأة برج القوس، هاي المرأة كتير دائما مبسوطة ومزهزها والحياة عندها حلوة كتير، هي حدا بحب اللعب والمرح، أعطيها أشياء تنبسط فيها والضحك وما بتحب النكد، بتحب التجديد أشياء بحياتها، حاول دائما جدد أشياء بحياتها لحتى هي تتمسك فيك وتضل معك وما تحس إنها هي بلشت تقلب عليك أو تضايقك، طول ما أنت عم بتجدد عم بتطور بالعلاقة ببيت الزوجية هي كتير مبسوطة، إن شاء الله بتغير لها كنباية واحدة تكون مبسوطة، يعني مش طبيعي الإصرار. ننتقل لامرأة برج الجدي، هي امرأة بشكل عام مش إيجابية، دائما بتحاول تحط الأشياء ممكن تعمل خطأ أو إرر بحياتها بالمستقبل، بتضل تحكي بلكي صار معي هيك بلكي صار معي هيك، هاي الامرأة بتحاول دائما تتشائم بالأشياء عشان ما تكون سقف توقعاتها عالي، لكن عند زوجها أولادها بتحاول ما تنكد، تبين إنه هي حدا لطيف حدا متفائل مع إنه داخليا ما بتكون هيك، بس خارجيا بتحاول إنها هي تحتوي عائلتها. أهم إشي ما تكذب عليها شو ما كانت الكذبة، لو كانت صغيرة ما تكذب إنه رح تنكد عليك عيشتك، نصيحة. امرأة الدلو هلا تصيفة الهادئة، الحياة عندها بامبي كتير بامبي، وهي مش متطلبة كتير لكن عندها أسئلة، يعني أحيانا بتلاقيها متطلبة وأحيانا عندها كتير أسئلة، لكن بالحياة الطبيعية اللي هي عايشتها مش متطلبة بس أسئلتها كتيرة وجاوبها حاول دائما أسئلتها، هي حدا كتير متحرر وما بتوقف عند التفاصيل الصغيرة، دائما بتحاول تتجاوزها، بتقولك في أشياء أهم نفكر فيها وما نكد حالنا باللحظة الحلوة. وأخيرا امرأة الحوت، هي حدا كتير واثق من حالها ومن زوجها كتير، لكن حذاري إنك توجه لها الإساءة أو تنتقدها، لا تنتقدها لأن هي كتير شفافة كتير حساسة، وطول الليل رح تضل تفكر ليش حكى معي هيك زوجي بالطريقة هاي، ليش انتقدني، أنا كان قصدي أعمل هيك، حاول دائما اتفهمها احتويها اشعرها بأنها هي عم تعمل أشياء كتير حلوة مشانك، الانتقاد كتير بجرحها كتير أكثر ما تتصور، مع أنه أوقات بكون صغير وما رح تنسى لك إياها إذا انتقدتها، وحاول دائما ما تحط حالك بخانة الشك لأنه عندها حساسات بتجيب الشغل اللي أنت كذبت عليها لو أنك بآخر الدنيا. وهيك بنكون خلصنا فقرة الأبراج لليوم، أنا بنصحكم نصيحة جنس آدم، حاولوا كونوا أكثر لطافة مع النساء، أنتم مش محتاجين النكد والسمة البدن طول النهار الصراحة. وبشوفكم بالحلقات الجاي مع الأبراج، وإلى اللقاء يا أصدقاء. يعطيكي العافية. لا بس احنا كثير لطيفين، لا يعني بجننوا يعني احنا بعدين اسمعي احنا بيحكوا عنا نكدين، بس اذا ما نيجي للواقع وللمنطق مين اللي بينكد علينا؟ هم مين الرجال؟ هم اللي بيوصلونا لدرجة ان احنا نصير نكدين، ولا احنا الطف منا ما في. بس فعليا لا، مثل ما حكيتي انا كثير بتجاوز تفاصيل، فعليا مش متطلبة، بديش امدح نفسي، هي الاء اللي حكته مش انا، انا بس اسئلتي كثيرة، فعليا اسئلتي كثيرة. حبيبتي موفقة يا رب، انبسطنا اليوم معك كثير، يعطيكي العافية. يعطيك العافية. لا الله يعافيكم يا رب.